ياما ناس معاها ملايين ومش حاسه انها عايشه. ليه؟ لان الملايين دي عايزين يزودوها يزودوها يزودوها، فحتى ما بدوش نفسهم فرصه للراحه. للراحه عايزين يزودوا. اصل الذي يشرب من هذا الماء ايه؟ يعطش ايضا. اما الذي يشرب من الماء الذي انا اعطيه فلن، زي ما قال لي مين المسيح له المجد؟ للسامريه. قالت له اعطيني من هذا الماء عشان ما اعطش وما اجيش هنا تاني. بدا يكلمها ان هو بقى ايه؟ ينبوع الماء الحي. وامنت بالمسيح له المجد، تركت جارتها، استغنت عن ميه العالم، وطلعت جاري بشرت بالمسيح له المجد، وخلت اهل السامريه يجوا يامنوا بالمسيح، وصمموا ياخدوه عندهم. قعد ثلاث ايام يكلموا كلام الروحي، كلام السماوي الالهي الجميل، وامنوا به طبعا، وخلصت الشعب ده كله. واحده واحده ست كانت ماشيه في الخطيه، لكن امنت بالمسيح له المجد لما اعلنها عن ذاته. هو الحياه، فاعطت بكلمه المسيح الحيه، اعطت للبلد كلها حياه. للناس دي بعد ما كانوا ميتين بالخطيه ادتهم حياه ابديه، ادتهم حياه في المسيح له المجد. انا هو الطريق والحق والايه؟ والحياه. هو اللي بيدي حياه، ما فيش حد غيره يدي حياه. ليس باحد غيره الخلاص، ما حدش يقدر يخلص غير بالمسيح له المجد، بالايمان به. احباء اشكر ربنا انكم اتولدتوا مسيحيين. ايوه اتولدتوا في النور، اتولدتوا لميراث الحياه الابديه، لميراث المجد العتيد ان يستعلم فينا. نشكر ربنا ليل ونهار مع كل نفس، يديمها نعمه علينا يا رب. عشان كده المسيح له المجد قال لهم مش موسى اللي اداكم المن، لكن ابي ابويا السماوي الاب، انا والاب ايه؟ واحد. هو اللي اعطاهم، زي ما اديتكم الخبز من 5000 انا بديكم، انا هو الخبز بقى الحقيقي، انا هو الخبز الحقيقي اللي بيدي حياه للي ياكله. فالمسيح له المجد قال لهم الحق الحق، يعني الكلام اللي جاي بقى ايه؟ قاطع وحق، ما فيهوش اي مواربه. بل ابي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، يعني الخبز العادي ده مش الخبز الحقيقي اللي عايشنا. وعلى فكره المسيح له المجد قال في دي ايه، لانه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. طبعا فالخبز الباقي ده، الخبز الارضي، مش ده اللي بيدي حياه. ما هي ناس بتاكل وبتشرب اشكال والوان من الاكل والشرب، بيجي لها امراض الدنيا كلها، الاكل ده كله مش بيدي حياه. لكن الوحيد اللي يديني حياه هو واهب الحياه، اللي قال عن نفسه انا هو الطريق والحق، من امن بي ولو مات فسيحيا. طبعا الحياه لي، الحياه هي المسيح، والموت هو ربح. طبعا مش عايز اشك يا احبائي. فالمسيح له المجد قال لهم الحق الحق اقول لكم، ليس موسى اعطاكم الخبز من السماء، بل ابي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. من هو الخبز الحقيقي؟ ها؟ المسيح له المجد. المسيح له المجد هو الخبز اللي نعيش عليه، هو الايمان اللي نعيش عليه، هو الايمان اللي يعطي حياه للانسان. بدون الايمان بالسيد المسيح له المجد هلاك وجهنم النار الابديه. ايه الكلام؟ مش من عندي، لا. المسيح له المجد يقول ايه؟ يقول ايه؟ الذي يؤمن بابن الله له حياه ابديه، والذي لا يؤمن بابن الله ها ليست له حياه ابديه، بل يمكث عليه غضب الله. البعيد مش بس مش هيخش حياه، يمكث غضب، لانه قدامه طريق الحياه اللي هو طريق الايمان بالمسيح له المجد، والعيشه معاه، والجهاد في بصاياه، وسايب كل ده مديله ظهره، وباصص للعالم وشهوات العالم الرضية الباطلة. أي حد في الدنيا فينا كلنا، أنا عندي فيلا، اثنين، ثلاثة، عندي عربية، عندي عيال، عندي، ماشي. لو سافرت وتركت هذا العالم والروح خرجت من الجسد، هاخد إيه معايا منهم؟ إيه؟ متأكدين مش هاخد ولا حاجة؟ طب اخد العربية عشان اتمشي بها في الفردوس ولا حاجة؟ بتضحكوا؟ عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك. الحاجات دي ما تدينيش حياة ابدية نهائي، بالعكس ده ممكن تبقى شاهدة عليا ودينونة عليا لو ما استثمرتهاش صح. لكن الحياة الابدية هي المسيح، اللي هي الحياة هي المسيح. يعني ايه بقى؟ يعني ايماني بالمسيح له المجد والعمل بهذا الايمان. والعمل معلم يعقوب رسول يقول أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيمان. ما كانش الإنسان يترجم إيمانه بسلوكه حياة يبقى إيمان عقلي، إيمان كتابي، إيمان فلسفي أكاديمي، أي حاجة عقل، لكن مش إيمان معاش حي. عشان كده المسيح لما قال لنا الكلام الذي أكلمكم به هو روح
وحياة. أيوة لما مثلا المجد يقول لي مثلا إيه سامحه لعينيكم، لما واحد يشتمني وأنا سامحه أنا خسران؟ أنا مش خسران، على الأقل حبات ما فيش طرح هيتاخد مني. لكن أنا لو شتمته الله لا قدر هيشتمني تاني، ممكن يمد إيده عليا ويهني، وأنا هضطر أخد حقي تاني بإيدي، هنبقى متربصين لبعض، ما الشر آخره شر، صح ولا لأ؟ لكن لما سامحه زي ما المثال المجد طلب مني أنا هعيش مرتاح البال، يا بخت من بات مغلوب ولا باتش غالب على رأي المثل عندنا في الفلاحين. ده أنا وصاية حياة. أما يقول إيه المثال هو المجد، يقول من يحبني ها يحفظ وصاياي. طب وصاياه تقيلة، نيري هين وحمل إيه خفيف. طب زي إيه مثلا، أما يقول صلوا، هي الصلاة دي بالنسبة لي إيه التعب اللي فيها؟ إيه التعب؟ لما أقف خمس دقايق أو عشر دقايق قبل ما أنام وعشر دقايق الصبح قبل ما أقوم النوم في مخدعي أقف أصلي، إيه التعب فيها يعني؟ إيه التعب فيها؟ ما إحنا بنقف في الحمام، والواحد لما بيستحمى يعني في الحر ده مش بيقف برضه في الحمام يستحمى؟ هيقعد مش برضه هيقعد شوية بتاع نص ساعة ولا ربع ساعة؟ بلاش، حركة مواصلة، حركة مواصلة. مش هقف استنى الاتوبيس لما يجي ولا المترو لما يجي ولا سي، يعني مش هقف مثلا يعني. جت على الوقفه من اجل حياتي الابديه في المخدع الصبح وبالليل مش قادر، يبقى انا بتلكك. انت بلا عذر ايها الانسان، روميا صح 2، انت بلا عذر ايها الانسان.